إذن ما زلنا مشاهدينا الكرام نواصل هذه التغطية الحية والمباشرة لواقع الانتخابات التي تشهدها المملكة اليوم. المملكة رغم ظروف الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية نظمت هذا الحدث الانتخابي الكبير الذي يجمع بين انتخاب النواب البرلمانيين وكذلك المجالس الجامعية والجهوية. نذكركم أننا نفرد تغطية مستمرة الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، كما أننا نواصل رصد آراء المواطنين في كامل جهات المملكة. قسم الديجيتال كذلك معكم من خلال ميديا نيوز من أجل تتبع الأخبار وبث الفيديوهات المباشرة على مواقعنا. إذا ننتقل الآن مباشرة إلى جولميم، معنا من هناك زميلنا عبد الصمد واجو. أهلا بك عبد الصمد، نريد أن نتعرف أولا أين تتواجد الآن بالضبط. أهلا جوهرة وأهلا بمشاهدينا الكرام، نحن نوجد هنا في ثانوية باب الصحراء على مدخل مدينة جولميم، هي أحد المراكز المخصصة لعملية الاقتراع هنا بمدينة جولميم على غرار المراكز 362 مركزا المخصص على مستوى إقليم جولميم، وعلى غرار أيضا المراكز المخصصة أيضا لعملية الاقتراع على مستوى أقاليم سيدي إفني، إقليم طانطان، وإقليم أساززاق جوهرة. الجديد جوهرة هو توصلنا من ولاية جهة جولميم ودنون بالمعطيات والنسب الرسمية لنسب المشاركة. نذكر هنا على التوالي إقليم جولميم 16% كنسبة مشاركة، إقليم سيدي إفني 18.52% كنسبة مشاركة، أيضا إقليم أساززاق سجل 32.68% وهي نسبة عالية مقارنة بالنسبة الأخرى، أيضا إقليم طانطان سجل 15.17% كنسبة مشاركة. هذه النسب جوهرة ليست بغريبة على جهة جولميم ودنون التي تسجل نسب مشاركة عالية جدا إذا ما قلنت ببعض جهات المملكة، ولا أدل على ذلك من النسب المسجلة سواء في الانتخابات الجماعية ل 2015 أو الانتخابات التشريعية ل 2016، إذ قاربت النسبة في الجماعيات 2015 62% فيما جاوزت النسبة على المستوى الوطني في تشريعيات 2016 نسبة 42%. هذه الأرقام إن دلت عن شيء فيتدل جوهرة على أن الكثافة هنا كثافة أو الناخبون هنا يتوافدون بكثافة على مراكز الاقتراع. لفت أنظارنا منذ صباح اليوم توافد كثيف للناخبين على مستوى مكاتب تصويت، كنا قد زرناها بدوائر متفرقة هنا بمدينة جولميم. الملاحظ هو خفوت نوعا ما للناخبين مع سطوع أشعة الشمس القوية هنا بإقليم جولميم، ربما في الساعات القادمة والدقائق المقبلة عندما ربما تخفت نوعا ما أشعة الشمس قد يتوافد الناخبون بكثافة على صناديق الاقتراع، خصوصا ما بين الساعة الخامسة والساعة السابعة قبيل إغلاق صناديق الاقتراع. جوهرة، كيف تتم المراقبة؟ الأمر عادي، هناك 4500 مراقب محلي ودولي، كيف يتابعون هذا النشاط الانتخابي اليوم؟ نعم جوهرة، الإدارة الانتخابية هنا بإقليم جولميم بالخصوص وعلى عموم الجهة جهة جولميم ودنون تجري على قدم وساق، هناك ترتيبات لوجستية وأمنية، وأيضا هناك تتبع لحظي لسير العملية الانتخابية في مواكبة لهذه الاستحقاقات الاستثنائية التي تشهدها المملكة في ظل ظروف استثنائية أيضا مرتبطة بالظرفية الوبائية. أيضا هناك احتياطات على مستوى المكاتب التصويت، الناخبون هنا يلتزمون بمسألة التباعد الجسدي، وأيضا يلتزمون بالإجراءات الوقائية من أجل السلامة الصحية كالتزام بوضع الكمامة، أيضا هناك وسائل ومواد تعقيم متوفرة أمام الناخبين لأداء واجبهم الوطني في ظروف صحية وتأتي سلامتهم في الدرجة الأولى. جوهرة، ماذا عن التغطية الإعلامية المحلية والدولية؟
هل شاهدت بأم عينيك ماذا يحدث؟ ماذا عن الصحفيين؟ كيف ينتشرون؟ كيف يغطون كذلك هذا الحدث الانتخابي الديمقراطي بامتياز؟ جوهرة، هناك اهتمام كبير من وسائل الإعلام سواء كانت محلية أو دولية بهذه الاستحقاقات. هي استحقاقات كما قلنا استثنائية، هي لأول مرة منذ الدستور الجديد جماعية جهوية وتشريعية تشهدها المملكة. اهتمام كبير من لدى وسائل الإعلام محليا ودوليا. هناك ما عيناه هو اهتمام كبير إعلاميا، خصوصا أننا نتواجد هنا بإقليم قلميم وادون، هو بوابة الصحراء، هو الجسر الرابط بين أقاليمنا الجنوبية وباقي ربوع المملكة جوهرة. طيب، لبعض المواطنين ربما من يجدون صعوبة في هذه الاستحقاقات الثلاثية، كيف تسهر السلطات على شرح حيثيات العملية بشكل مبسط؟ هل شاهدت كذلك سبل تسيير عملية الاقتراع هذا الحق الدستوري للمواطنين، خاصة الذين ربما لا يقرؤون ولا يكتبون؟ نعم جوهرة، كما تلاحظين من خلفي هناك كثافة، هناك ناخبون دخلوا ثم غادروا وقاموا بواجبهم الوطني في سلاسة كبيرة. هناك مرشدون على أبواب مكاتب التصويت وأيضا على أبواب مراكز التصويت وعلى أبواب أيضا مكاتب التصويت، يسهرون على تتبع لحظي لسير العملية الانتخابية وتوجيه النصائح وربما المعلومات للأشخاص ربما الذين يجدون صعوبة في التوجه نحو مكتب الاقتراع الخاص بهم لأداء واجبهم الوطني. أيضا هناك اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، هناك مرافقون، هناك تيسير وتسهيل كبير للمواطنين هنا والناخبين بإقليم قلميم وبعموم جهة قلميم ودنون من أجل تيسير أداء واجبهم الوطني في ظروف تحفظ سلامتهم الجسدية والصحية. جوهرة، شكرا جزيلا لك.